كيف المشاركة الانتخابية النهاردة؟ والله فعالة يعني معقول عن الأول هي معقولة وربنا يكرم إن شاء الله بالأفضل ينجح إن شاء الله. طيب تقولي للناس اللي ما نزلتش انتخبت ايه المفروض ما يبقاش صوت سلبي لازم يبقى ايجابي لازم كل الناس تنزل وتشارك وتنتخب لان ده مصلحه البلد اول حاجه. طب شايف ان في اقبال النهارده على الانتخابات؟ معقول الاقبال النهارده معقول وربنا يسهل بكره يبقى افضل ان شاء الله.